السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج المشهد والتي نناقش فيها رؤية التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية للمرحلة الحالية على ضوء بيانه الأخير. معي لمناقشة هذا الموضوع سيدي الكوري قيادي بالتحالف الانتخابي المعارض، أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. شكرا لكم على قبول الدعوة والحضور معنا لنقاش هذا الموضوع الهام في هذه المرحلة. في بيانكم الصادر الأمس اتهمتم النظام الحالي باختطاف المسار الانتخابي، العبارة لكم، كيف ذلك؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. في البداية، الأحزاب التي تشكل التحالف الانتخابي حددت رؤيتها للمرحلة المقبلة من خلال إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه في شهر يناير الماضي، في نهاية شهر يناير الماضي. واعتبرت هذه الأحزاب أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون منعطف حاسم، وستكون مسألة مهمة لتجاوز كل الأزمات السياسية التي تخبطت فيها البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكم المدني الذي كان يرأسه سيدي محمد الشيخ عبد الله، وذلك لما تتمتع به مؤسسة الرئاسة من أهمية داخل منظومتنا المؤسسية. ولذلك اعتبرنا أن هذه الانتخابات يجب أن تكون حلا لا مشكلة، ويجب أن تكون خطوة إلى الأمام لا خطوة إلى الوراء. واعتبرنا أن هذه الانتخابات التي أشرف عليها هذا النظام، وهي 5 استحقاقات ماضية، لم تحدد حلا للأزمة السياسية التي تخبط فيها البلاد. وقلنا أن هذه الانتخابات يجب أن تكون حلا، وأن يكون هنالك مبادئ يتفق عليها الجميع لكي تكون مطمئنة لكل الفرقاء. والمعارضة لديها حزمة من المطالب التي تعتبرها ما زالت عالقة، وطالبت السلطة من خلال ذلك الإعلان بأن توفر حدا أدنى لشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة. طيب، لكن عندما نتحدث هذا بالنسبة للأزمة السياسية أو ما تقولون بأنها أزمة سياسية، وهذا الرأي لكم أنتم في المعارضة، والنظام بطبيعة الحال لا يرى أن هناك أزمة سياسية، ولا يقول بوجود أزمة سياسية، وأن كل الانتخابات الماضية كانت بالمستوى المرضي وكان طابعها الشفافية لا غير من الأمور. هذه آراء وشذلية سياسية ما بينكم كطرف وبينه أيضا كطرف آخر، لكن عندما تقولون بأن هناك اختطاف للمسار الانتخابي، ونحن نتحدث عن هذه المرحلة التي كنتم تمهدون أو تقولون بأهميتها، كيف سيتم اختطاف هذا المسار لكي ندخل في عمق تفاصيل ما تشيرون إليه في بياناتكم ولا يبقى فقط جملة عابرة؟ شكرا. على كل حال، نحن نقصد باختطاف المسار الانتخابي هو أنه هذه الانتخابات الماضية التي أشرفت عليها هذه السلطة استأثرت بالتحضير لها واختطفت المسار الانتخابي عبر تشكيلها للجنة المستقلة الانتخابية الانتخابات بصورة منفردة، عبر توظيف سلطان الدولة ونفوذها في العملية السياسية، عبر إصدارها لبعض من المذكرات التوقيف في حق المعارضين ومضايقتهم، عبر استخدامها الفج لكل سلطات الدولة لكل سلطانها ونفوذها. كما أسلفت، هي تختطف المسار في كل انتخابات وتقصي المعارضة من المشاركة فيه، من الإشراف على هذه العملية، وهذا هو ما نقصد بالتحديد في اختطاف هذا المسلسل. ونحن لتفادي هذا الاختطاف في هذه المرحلة، بعد الإعلان الذي عبرنا عنه عدلنا وثيقة، ذيك الوثيقة ضمناها مختلف المطالب اللي عندنا سابق الانتخابات الرئاسية، وياك ندور به نحولوا بين اختطاف النظام للمسار الانتخابي في هذه المرحلة وفي هذه الانتخابات اللي مهمة، اللي نحن كنا نعتبر عنها أول انتخابات تعدل في نهاية مأمورية رئيس. طيب، على ضوء البيان بالأمس، عذرني سيدي على المقاطعة، على ضوء البيان اللي أصدرته بالأمس ولا يعبر عن جملة المطالب التي ترونها في المرحلة الحالية، ما هي أبرز المطالب التي حملها هذا البيان؟ على كل حال، من أبرز هذه المطالب اللي كانت في هذا البيان، أولا تهيئة المناخ السياسي قبل الانتخابات. نحن طالبنا في هذا المجال عن يتم إلغاء مذكرات التوقيف الصادرة في حق بعض من المعارضين بالخارج، خاصة رجال الأعمال. طالبنا كذلك بإلغاء المتابعة في حق بعض من أعضاء مجلس الشيوخ السابق الذي تم حله من طرف هذا النظام. طالبنا كذلك بإلغاء متابعة تتعلق ببعض من الشخصيات الفنية، بعض من الشخصيات النقابية، بعض من الصحفيين
ذلك لتنقية الأجواء السياسية. بالنسبة لتحييد سلطان الدولة ونفوذها على العملية السياسية، نحن طالبنا عن يالة أموال الدولة في هذه المرحلة المهمة، يالتها تحيد عن 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 وهل تم استخدامها مع نعم الدولة؟ تم استخدامها، وتم استخدامها بطريقة فجة. كيف؟ هنالك نحن شهدنا ذلك في الانتخابات الماضية، وضركنا نحن سنتين نشوفه في مراحل مبكرة من هذه الحملة الانتخابية اللي سابقة لأوانها، اللي معدل مرشح السلطة. هنالك طائرات للدولة تم استخدامها في العملية الانتخابية. قيل بأنها مؤجرة. هذا يقولوا الخلطة، هذا اللي يقولوا الخلطة. نحن عندنا عليه ياسر من إشارات الاستفهام. فهم توظيف للولايات، فهم توظيف للحكام، فهم توظيف للطائرات العسكرية، فهم توظيف لمختلف أجهزة الدولة، وتوظيف اليوم أجهزة الدولة وسلطانها ونفوذها في العملية الانتخابية اليوم ماتت الناس تقدر تتكاذب فيه. لكن عندما نقول هذا الإطلاق، لا عندما نقول هذا الإطلاق وإشارة طائرات، يجب أن نبحث في التفاصيل. هذه الطائرات أو الطائرة يقول بأنها مؤجرة، ويقال بأنها مؤجرة من عند الجيش، وهناك من تحدث عن وجود وثائق وتحدث عن شهادات في هذا الموضوع، وأن الجيش لا يمتنع لأنه سبق وأجر طائراته لسياسيين في مراحل سابقة. يعني عندما نتحدث بهذا الإجمال يجب أن نقف عند التفاصيل لنعطي أو الأقل لتعطون تصوراتكم وتفاصيلكم مستوى معين من المصداقية. اسمح لي شوي. اليوم ماتت بقدر يتكاذبوا اثنين بعد التعيينات الأخيرة اللي خلقت في حملة مرشح محمد الغزواني، عن محمد الغزواني ما هو مرشح السلطة، وعن ماذا ماتت تعبئة للسلطة تقوم بها، وعن ماذا ماتت فيها وسائل الدولة. ذلك هي واضحة. وواحد موظف لا يتنافى أنه يقدر بعض نشاط سياسي. خليني شوي نوضح لك. نحن اليوم المترشحين للانتخابات الرئاسية اليوم من فيهم من ذات عدل 38 مقاطعة وهم مزاروا في المواكشوط، ولا فيهم حد ذات تحرك به لوسائل الدولة اللي ممنوحة لذا المرشح لذا هو، والطريقة اللي موفرين له بها الوسائل طريقة تتنافى مع التساوي في الحضور. لكن هناك رجال أعمال أيضا قدموا تبرعات في هذا المترشح. لا هنا ذن تعبئة الرجال الأعمال واضح، وفمات فيها مبالغ مالية دارت عليهم عنهم يجيبوها، وفم تقسيم لهم على المقاطعة. هذا يحتاج إلى طائرات عسكرية هي الذي بجاء، وفمات طائرات عسكرية تحركت بهذا المرشح وتمكن من عنه يبدع لمختلف مناطق الوطن. فم تعبئ الولايات والحكام، وفم عناصر المؤسسة العسكرية شاهدناهم عن توقف الطائرة، وفمات فيها مدرجات تمت إعادة تأهيلتها إياك تهبط عليها طائرة هذا المرشح. هذه التعيينات اليوم اللي في حملة هذا المرشح توضح الصورة أكثر، منين ينقبض وزير مالية ويندار على الحملة اللوجستيك لتوفير الوسائل الذي يتم تأجيره كامل من المباني، الذي يتم تأجيره من الطائرات، الذي يتم تأجيره من السيارات، الذي يتم تعدال من الصور ومن القضايا الإعلامية كاملها ومن حشد الوسائل كاملها مديور عليه وزير مالية. منين ينقبض وزير للنفط ويندار على حملة لتوفير الجانب المالي؟ من ينقبض وزير للإسكان ويندار مباشرة على العمليات وما حق ممارس العمل السياسي؟ أليس من حق ممارس العمل السياسي؟ شوف ممارسة العمل السياسي حنين، حاولوا أنتم في حملاتكم وفي تعييناتكم، حاولوا أنتم في بيانات يعود هذا مجيش في تعييناتكم ومن يعود القضاة حنين. اسمح لي سيد الكريم، حاولوا فيصل في هذا اليوم المشاهد الكريم، من يعود فهم تعبئة الولايات وتعبئة الحكام وتعبئة الشيوخ للقبائل، وفمات فيها تفرصي للموظفين عنهم يتنقلوا. نحن اليوم شاهدنا هذه الزيارات اللي يقوم بها الرئيس لولاية الحوض الشرقي ولاية العصابة، وواحد من المحطات هو استقبلوا هو فرص عليهم وابغاهم يمشوا للين قال لا. فمات أوامر صدرت لجميع الموظفين عنهم يمشوا شور ذيك الأماكن، وهذا شاهدناه في الحملة الانتخابية الماضية. هون سأعود للموضوع. نحن تفاديا لاستخدام وسائل الدولة وسلطانها ونفوذها في هذه العملية الانتخابية طالبنا بأن يعود فمات تحييد لهذه وسائل الدولة عند العملية الانتخابية برمتها. فم مطلب آخر يتعلق بوسائل الإعلام. هذه وسائل الإعلام اليوم العمومية اللي مدجنة واللي نحن عاطينا القانون منها الثلث حسب مقتضيات القانون للسلطة العليا للسمعيات البصريات المعارضة عندها الثلث من المساحة الإعلامية داخل المؤسسات الإعلام العمومي. نحن اليوم مغيبين عنها كاملة ومدجنة ومخصصة لطرف واحد، طرف واحد هو طرف مرشح السلطة. طلبنا كذلك بإعادة تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات، لهذه اللجنة الحالية اللي عندنا لجنة مشكلة أساسا من قيادات داخل الأحزاب السياسية. هذه الأحزاب السياسية أعلنت عن دعمها لمرشح السلطة محمد الغزواني، وأصبحت هذه اللجنة التي ستشرف على هذه الانتخابات والتي أشرفت على الانتخابات الماضية والتي كانت أشبه بفوضى عارمة لا يمكن تسميتها الانتخابات، نحن طالبنا بأن تكون هذه اللجنة توافقية وأن تتم إعادة تشكيلتها. طالبنا بتفعيل قانون التعارض، وطالبنا كذلك بإعادة تطبيع تصويت القوات المسلحة عن طريق التصويت في يوم واحد مع المدنيين. كل هذه المطالب تم تجاهلها من طرف السلطة،
ونحن في هذه المرحلة كاملة اللي لكن تم الإعلام التفاوض. بأن لا تمت إعلام بأن عناصر الجيش والأمن سيصوتون معكم في ذاك صوتون مع المدنيين في نزلت في مشكلة أخرى عنهم من قال عنهم لا يصوتوا في مكاتب منعزلة ذاك يبطي يوضح بهذا منين يعود الجيش لا يصوت في اليوم اللي صوتوا فيه المدنيين في مكاتب منعزلة عن مكاتب التصويت معناها عن مزالة سلطة الرقابة. لكن أنتم قدمتم جملة من النقاط قدمتم جملة اسمح لي سيد الكريم قدمتم جملة من النقاط دخلتم في حوار مع النظام مع الحكومة وزير الداخلية حاورتم وزير الداخلية استمع إليكم وهذا يدل على صدق نية النظام في تلبية هذا المطلب أو جديته في هذا المسعى. هو أيضا حتى مترشح محمد الشيخ محمد أحمد والذي تقولون بأنه مرشح السلطة وأنه يستخدم وسائل الدولة وأنها مقدمة له هو أيضا طالب بشفافية أن تكون شفافية هذه الانتخابات. مطالبة بشفافية الانتخابات أولا كانت من طرف المعارضة نحن هم أول حد بادر ياك ما يتم اختطاف هذا المسار وتغييب المعارضة عن عن عن, عن رقابته ولا يتم مباشرة هذا اللي قال له تغييب صوت الشعب الموريتاني في انتخابات حاسمة ومفصلية وتاريخية وهو محتاج لها. نحن هم اللي بادرنا وراسلنا الوزارة يوم 3 مارس بعد توقيع العريضة في يناير مشينا لهم رسالة يوم 3 مارس مطالبين بها أبعن عيالتنا نعدلوا جلسات نناقشوا من خلالها توفير الحد الأدنى لشفافية الانتخابات المقبلة. هذه الرسالة جاتهم يوم 3 مارس طات عندهم شهر تام جاتهم يوم 8 فبراير وطات عندهم شهر قريب من شهر تام ما جاوبون عليها طلبونا طلبونا بتفاصيل تتعلق ببعض من النقاط ومشينا لهم رسالة طلبوها منا يوم 3 مارس ومن ذاك الزمن اللي نحن قاعدين معاهم في مسار تفاوضي كان طويل. احنا هذا المسار التفاوضي يطلع بعض الرأي العام على مجرياته اللي وضركات فيها قريب من 4 أشهر مستمر. نحن خلال هذه الفترة الزمنية عدلنا أكثر من 22 جولة مفاوضات مع النظام كانت أطولها 2.5 ساعة وكانت أكثر جولة فيها 15 دقيقة ومن خلال هذه الجولات التفاوض اللي هي 22 قدم من الحكومة ما يزيد على 7 رسائل وكانت كاملها مقدمة من طرف المعارضة وكل التنازلات التي تم تقديمها خلال هذه المفاوضات تم تقديمها من طرف المعارضة. نحن تنازلنا عن الكثير من هذه النقاط التي في السبيل على أن نحصل على ضمانات تتعلق باللجنة المستقلة للانتخابات. الحكومة أيضا تقول بأنها قدمت لا لم تقدم أي ضمانات. المطالب التي قدمت المعارضة مطالب واضحة وهي موجودة عندي داخل هذه الرسائل. المطالب التي تقدمت بها المعارضة هي التي ولديكم مطلب أيضا بتأجيل الانتخابات طالبتم أيضا بتأجيل الانتخابات لمدة شهرين لا 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 على الأقل من أجل التدقيق في اللوائح الانتخابية. لم نطالب بعد من إعادة التركيز مباشرة على اللجنة المستقلة للانتخابات طالبنا بإعادة تشكيلتها وقالوا هم عنهم مستعدين لإعادة تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات وقلنا لهم عن ذنب فعلا اللي يعود إشكال قانوني عنهم الطريقة اللي يتعاملوا معها بها يقولوا هنا من فاتوا فوتوا ياسر من الوقت علينا قالوا لنا عن إعادة التشكيل اللي كانت موجبها لا تحصل المعارضة على 5 أعضاء داخل التشكيلة الحادية عبر إعادة التشكيل عنها ما تقدر تصح بها اللي تعدل عبر قانون ولا بد من يعطي 15 يوم في أروقة البرلمان و8 أيام في أروقة المجلس الدستوري و8 أيام في عند رئاسة الجمهورية إياك يعود يقد ينفى. لذلك السبب رجعنا القضية التعويض قالوا عنهم مستعدين لمنحنا أذلت أعضاء من الحكماء داخل لجنة التسيير اللي هي 11 وعنهم مستعدين يعطونا الأمين العام المساعد للجنة المستقلة للانتخابات وأذلت مستشارين داخل جهاز التسيير ويعطونا المديرية العامة للعمليات الانتخابية والمدير المساعد لمصلحة المديرية المعلوماتية طيب وخلق هذا على أساس هذا الاتفاق توافقنا عليه مع أن احنا كنا مطالبين بمراجعة هذه اللجان المقاطعية والولائية اللي كارثة ونحن نعرف عنها معنية أكثر من طيب اتفقتوا على هذه النقطة اتفقنا على هذه النقطة ومشينا عنا يالتنا مشوا لهم هم أذلت أعضاء لاعتمادهم مشينا لهم رسالة وهي الرسالة الأخيرة اللي وفات عليها المفاوضات. هذه الرسالة كانت فيها 3 أسماء اللي مقترحة الأطراف اللي مشكل التحالف الانتخابي هاي 3 أسماء وقدمت الوزير الداخلية وعدلنا عليها جلسة وكنا نتحرّى عنها يخرج مرسوم وتعين به مباشرة للدخول في اللجنة اللي ما تلقى من أجل دون تنظيم الانتخابات ما هو شهر زائد. إياك تعرفوا عنده الناس عنهم ما هم قابلين أن احنا نشاركوا في المسار به ولا نعودوا شهود عليه عادوا كل مره يطرحون عرقله الاولى كانت في العراقل القانونيه اللي يطرحون ايوه والمره الثانيه قالوا لنا نحن لا بد من هذا الورق الاعضاء 3 اللي قدمت عود فيهم امراه وقلنا وسنتين نناقشه قال المراه نطالبين ملي عنها تعود بل واحد من الاعضاء اللي مقترحين احنا فهمنا اعتراض على اسم من الاسماء اللي مقدم من طرف المعارضه ونحن بطبيعه الحال رفضنا
احنا تعود بعض من الاسماء اللي مقدمه المعارضه عليها اعتراض، من اللي احنا معترضين زاد نحن على الاسماء كامله اللي موجوده. اذا لماذا ما تقدموا تنازل؟ لماذا ما تقدموا تنازل في هذه الحاله؟ قد احنا قدمنا بما فيه الكفايه تنازلات. طيب في البيان، في بيانكم الاخير الصادر بالامس قلتم بالحرف الواحد مراجعه اللائحه الانتخابيه وتدقيقها لمده كافيه لا تقل عن شهرين والحرص على تخصيص احصاء للمواطنين المقيمين في الخارج طبقا للقانون 022209 الذي نص في المادتين 2 و3 على تنظيم عمليه التصويت عندما يصل عدد المسجلين الى 100 شخص. برايك ليس هذا مطلبا بتاجيل الانتخابات؟ هذه المطالب التي جاءت في البيان هي مطالب الوثيقه، البيان وقع ووضح الوثيقه والمطالب اللي خلقت سابق دبر 14 واللي كانت عندها الاجال طيب. الزمنيه كافيه تماما لهذه اللجنه المستقله للانتخابات، فيها ياسر من العيوب وفيها ياسر من المشاكل، وانا هون اختار للفت انتباه المشاهد الكريم المساله مهمه عن اللجنه المستقله للانتخابات، عنها تنقال الحاله ما هي عاديه، ما هي في الدول، هي حاله ما هي طبيعيه تعود في الدول اللي الورقاء السياسيين فيهم بينهم ازمه ثقه ولهم متفاركشين فيما بينهم، باللي الحالات الطبيعيه يعني يعود فما في هيئه للرقابه غير ما تعود عند هذا الروح. اللجنه اللي موجوده اليوم اللجنه المستقله هي ما هي حاله طبيعيه، باللي لو انصفت ظهرها تعود السلطه تمتلك من المصداقيه والثقه اللي يالله تشرف بها على المسار الانتخابي وتعود فما توف هيئه للملاحظه العامه والاشراف اللي يعود يعود يعود. طيب وصلت الفكره، هذا هي اللجنه اليوم، وصلت الفكره اللجنه اليوم فيها ياسر من المشاكل، هذا مولي الاحصاء اللي كنا مطالبين به هذا الاقصاء لمعدل الجاليات في الخارج اليوم نحن طالبينه، هذا نص عليه قانون البلديات في واحده من المواد وما نتذكر رقمها، عن منين تصل العدد الى 100 في واحده من هذه الدول عن يرتي. طيب وصلت الفكره، لكن البعض يتساءل او يقول لماذا لا تنطلقون من الامر الواقع؟ فانتم في المعارضة بشكل عام في التحالف الانتخابي المعارض ليست لديكم أوراق ضغط، أنتم في مرحلة ضعف، لماذا لا تتعاملون مع الأمر الواقع وتقدمون مزيد من التنازلات وأنتم هنا في عملية تفاوض؟ لكن اسمح لي أن أسمع منك الإجابة لكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم، تكرموا بالبقاء معنا. مرابطون عيش رمضانك، المرابطون عيش رمضانك، مرابطون عيش رمضانك، المرابطون عيش رمضانك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من حلقة المشهد لهذا المساء والتي نناقش فيها رؤية التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية للمرحلة الحالية على ضوء بيانها الأخير. معي لمناقشة هذا الموضوع سيدي ولي الكوري قيادي بالتحالف الانتخابي المعارض، أهلا وسهلا بكم. كان سؤالي قبل الفاصل هو ما يطرحه البعض أو يتساءل حوله، لماذا لا تنطلقون من الأمر الواقع وتقدموا مزيدا من التنازلات؟ أنتم في مرحلة الضعف وهذه عملية مفاوضة. شكرا. نحن قدمنا الكثير من التنازلات في مختلف محطات هذه المفاوضات، نحن اصلا كان السقف عندنا هو عن اولا هذه الحكومه الموجوده، الحكومه عنها لا تصلح للاشراف على الانتخابات اطلاقا، بها اللي تشرفت العديد من العمليات الانتخابيه اللي كانت متصوره في معظمها، لذلك كنا نطالب باشراف سياسي عبر تعيين حكومه وفاق وطني تشرف على مطلب غير واقعي بشكل منطقي. لا لا انا هون اللي هنا سرد لك اللي تنازلنا نحن عنه. كنا نطالب كذلك بالغاء هذه بتعيين مدراء توافقيين لوكالة السجل السكاني مدراء. طيب دعنا نتحدث من المنطلقات الواقعية. لا المنطلقات الواقعية اليوم الحديث عن تنازل المعارضة في هذه المفاوضات، نحن تنازلنا عن كل شيء اللي تلينا قدوا مطلوب من نتنازل اليوم عنه، عن العضو ما عندنا أعضاء في عندكم المستقبل. عندكم ثلاثة أعضاء قدوا تنازلوا عن واحد منهم وتضيفوا مرة. لا نحن اليوم المطلوب منا عنه نتنازلوا، من كل مرة يطلب منا تنازل ونتنازل وعادوا قاعد لا كل مره توفيقهم منهم، ما فيهم جديه اليوم، ما فيهم جديه لدى السلطه، وبدليل عن مرشح السلطه اللي نعلن ذاك الخطاب اللي في البدايه كان ذم حجم كبير انه التفاعل معاه، وعيط له نغمز قال له انت اللي تنجح فيها، لا اللي تنجح فيها اصلا مرشحين السلطه، عرف عنك اللي تنجح فيها لا الشيوخ القبائل ولا ينجمعوا لك نحن الولايات والحكام ولا تقبل طياير عسكري. لكن هذا الحديث سيد الكريم تقديم مثل هذه هذه المعلومات يحتاج اليوم الناس كامله. اول يوم نحن هذا كنا معسين منه، هذا النظام منين فشل في تمرير المأمورية الثالثه
نظرا للضغوط الداخلية. هذا ما تقولون انتم يعني به، والنظام لا يقول بوجود مأمورية ثالثة، وانما احترم نقص الدستور ولم يذهب الى مأمورية ثالثة. لا بد ان يوفي لك، انا كنت ماشيين عن هو لم يكن يريد الذهاب الى مأمورية ثالثة. لكن لماذا لا يكمن الخلل عندكم انتم وليس في النظام؟ انتم معارضة او تحالف انتخابي معارض لم يستطع رغم توقيعه على ميثاق أن يخرج بمرشح موحد، ولم يتفق حتى اللحظة على دعم أحد مرشحيه في حالة جوب ثاني. هذه حالة الضعف وحالة هذه الصورة المتنبذة التي تجعلكم في موقف ضعف كثير من قيادات المعارضة، تجعلكم تنطلقون من منطلقات واقعية. لا هذا السؤال اللي يجاوبك بهم عن كثير من قيادات المعارضة اللي مروا من هذا الاستديو المحترم، وطرحت لهم نفس السؤال وكان في مادة تقديم الجواب. قال أنا السابق ولا بد من نقول عن نحن تفاجئنا بعن هذه الانتخابات، عن بعد الفشل في المأمورية الثالثة اللي كان النظام يحاول تمريرها عن طريق البرلمان وعن طريق مختلف الوسائل اللي كان له مررها بها من الفشل. ما تقدموا مع عملية استخلاف، والله عملية توريث للسلطة. نحن اليوم أمام عملية قليع رأس، هو رأس الرئيس محمد بن عبد العزيز وتركاب رأس. رغم ذلك أنتم ستشاركون فيها، رغم ذلك أنتم ستشاركون فيها. نزلنا نشوف المبررات لذلك. طيب. السبب الرئيس بأكثر من محطة، وهذا المرشح بأكثر من محطة قال عنه هو استمرار ويثني عليه هذه العشرية الماضية اللي بعد نحن الثناء عليها هون يحتاج لياسر. نحن اليوم المواطن الموريتاني اللي كنا نحن نختيره تعود هذه الانتخابات الرئاسية فرصة لتصحيح هذا الخلل اللي فيه الدولة، اللي هي ياسر من 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 من, 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 من الزمن يعود حد اللي يتبجح له اللي يخلق بالعشرية الأخيرة، يعطوا بعد يعود مستحضر عن هذا المواطن الموريتاني اليوم أنه ما عنده طبقة يداوى فيه به لجميع المؤسسات اليوم الموجودة. منين تخلص اليوم الموريتانيين يهواركم كاملين قدام المصحات في تونس وفي السنغال وفي المغرب، ولو جابر دواء ما هو مزور يعملوا به الأدوية اليوم الموريتان معروف عنها أدوية كاملها مزورة، يعاني من الانقطاعات المتكررة في خدمات المياه والكهرباء، و 50% منهم ما هم جابرين النفاذ لهذه لكن نسبة النفاذ الى اليوم الى هذه الخدمات الاساسية قد يقول لهم عن استمرار نسبة النفاذ اليوم الى هذه الخدمات الاساسية. يقول النظام بان نسبتها اكثر واكبر من النسب السابقة هذه 10 سنوات يقول بتم انجاز الكثير. لكي لا تكون خارج موريتانيا، هي تساؤلات بسيطة لكي لا يكون نقاشنا هو تقويم لهذه المرحلة. انا نوصل لهذه الفكرة، انتم طرحتوا السؤال وانا عندي طريقتي اللي نوصل لها. تفضل. من رأيك كان اليوم حد من الموريتانيين راضي عن الوضع الصحي اللي موجود فيه؟ فمن البعض اللي يقول عنه راضي يعني. من رأيك كان اليوم خارج موريتانيا راضي عن مستوى المدرسة ومستوى التعليم؟ الموريتانيين نصهم أولاده ينقرهم في المدارس الحرة ويخلصوا عليهم. هذا الأمن اللي يتبجح به النظام، الناس اللي عندهم من قدرة اليوم عنده قرداي كاريهم قاعدوا قدام داره. هذه ضركات القضايا الأخرى اللي تتعلق بالأمن، خرصوا اليوم كم فيه من عمليات الاغتصاب، هذه عمليات السرقة التي طيب. لم تكن معهودة في السابق. أنا عندي العشرية الماضية منين يعود رجاش لا يتكلم عنها؟ نسب البطالة اليوم اللي في تزايد ولا قطت ناقصت من نجد. نحن اليوم عندنا في ذيل التصنيفات العالمية كاملة بالنسبة لجميع المؤشرات اقتصاديا وسياسيا، والحريات اليوم منكوبة. لذلك منين يجي حد ويقول عنه يعود استمرار لهذه العشرية معناها عن النظام عنه استمر في السلطة؟ يقد يعود ما هو عبر مأمورية ثالثة، يغار عبر تغيير رأس السلطة ورأس النظام الحالي واستبداله بنظام من نفس النسيج اللي نحن كنا معارضين عنه يجي وكنا نختيره، تعود هماتي عملية تغيير سلسة على السلطة لإنهاء معاناة الشعب طيب الموريتاني. أنتم اليوم أنتم حاولين عنا نأمنوا أصوات الشعب الموريتاني يكانوا هذا ما تحاولون، لكن في نقاش هذه النقطة وتمين هذا المسار والمسار الذي وصفتموه بأنه أمام اختطاف وبأنها عملية تبديل رأس إلى غيره حسب ما تحدثت وحسب ما ورد في البيان، أنتم لم تستطيعوا أن تتفقوا على مرشح موحد يا أستاذ كريم. أنتم لم تستطيعوا أن تتفقوا على مرشح أحد مرشحي المعارضة في حالة وجود أو الذهاب إلى شوط ثاني. يعني كيف بإمكانكم أن تقنعوا حتى أنفسكم أو تقنعوا النظام بفرض مطالب أنتم في حالة ضعف يجب أن تكون منطلقاتكم واقعية؟ سواء اتفقت المعارضة على مرشح موحد أو استراتيجية عنها تترشح تجابر في الشوط الثاني، أمام هذه المعطيات اليوم اللي نتحدث عنها واللي ما هي غايبة عن رقاش، اللي تعود اليوم اللجنة المستقلة للانتخابات ما مقبولة المعارضة تدخلها وحصتها نص عليها القانون، وغايبة عنها أكبر الأحزاب اللي ممثلة بالمعارضة، وغايبة عنها الحزب اللي يمتلك مؤسسة المعارضة الديمقراطية اللي هو حزب التواصل، وغايبة عنها أحزاب كبيرة والمعارضة الدستورية كاملة غايبة عنها، وفضل وجود لجنة مستقلة للانتخابات الصبح لا يتوخذ النتائج اللي لا يتعلبوا لها الحكام والولات، وفضل وجود مجلس دستوري ينتظر عن الجيه لك النتائج ويعلنها مباشرة للرأي العام، وفضل التوظيف وسائل الدولة ومؤسساتها من طائرات ومن وزراء ومن علماء ومن قضاة ومن شيوخ قبائل ومن هاي ذلك الأمور كاملها، فضلها هذا ما يقد يخلق فيه نجاح ولا تقد تخلق فيه انتخابات قد تسمى عنها حرة ولا نزيهة ولا شفافة. وذا هو الواقع اليوم يواجع اللي ما يالت الشعب الموريتاني يكون يعود مدرك ولا يقد حد مولي يكون يعود واضح له وراعي فيه. انتم هذه الانتخابات اللي قدامكم الرئاسية اليوم
هذا مرشح استمرار النهج اللي مسمي راسه مرشح استمرار النهج، واضح فيه انه مرشح له يتوظف له جميع وسائل. طيب في حالة لم يتم تلبية مطالبكم، في حالة لم يتم تلبية مطالبكم، وما هو السيناريو المفترض او السيناريو الذي لديكم او الذي ستذهبون اليه؟ على كل حال التحالف الانتخابي قرر عنه يوخّل هذا البيان للرأي العام لشرح مختلف مراحل التفاوض اللي خلقت بيننا نحن والحكومة، ومقرر اجتماع ظهر لي عنه ليعود الصبح، أعتقد الصبح ليعود هذا الاجتماع اللي تعود تداول فيه الموقف النهائي من عملية مسيرات مثلا، وأم سنبقى على مرحلة البيانات. على كل حال الضغط عند المعارضة بجميع الوسائل المتاحة، بالبيانات، بالمؤتمرات الصحفية، بالوقفات، بالمسيرات، هذا هو المتاح بكل الوسائل، الطرق السلمية والمشروعة المكفولة دستوريا المعارضة الدور تتحرك. لكن السؤال هنا، من أجل انتزاع وحماية هذه، لكن السؤال هنا كيف بإمكانكم، غير بعد نختار سابقنا نخل كيف بإمكانكم أو كيف بإمكان أن تلبى مطالبكم في ظل عدم التماسك الذي شهدته المعارضة والذي شهده حتى التحالف المعارضة؟ أنا اليوم جاي في الحلقة ممثل شين قالوا التحالف الانتخابي ومشكل من جميع أطرافه أحزاب المعارضة. طيب ما الذي سيضمن تماسككم إذا لم تلبى هذه المطالب؟ ومتماسك أنتم في التحالف الانتخابي، نحن اليوم متماسكين ورسائلنا اللي مشوا وفريق مفاوضاتنا اللي كيف متماسكين انتم؟ انتم ما وصلتوا حتى للتوافق على مرشح في حالة حدوث شوط ثاني، هذا مو من الإشكالات، هذا دليل على عدم تماسك. اللي نعطيك جوابه، وأنا شفت في وسائل الإعلام المرحلة الأخيرة التحالف الانتخابي متماسك جدا، وهو اللي قرر محض إرادته ورئاسة من الدراسة ورئاسة من النقاش ولجولات النقاش عنه، يعتمد استراتيجية عنه يعدل مرشحين داخل الجزء الأول من الانتخابات اللي هو الشوط الأول، ومتوافق كامل، وذا اللي كان بصدره وسائل الإعلام في الأيام الماضية عاري من الصحة تماما، متوافقين على أن أي مرشح منا يوصل في الشوط الثاني إلى عادل إلى يوصل له، أنا لهنا دعموه كاملين. هذا اللي قلته في مؤتمركم الصحفي، وأنا أشك في ظل هذا قلته في مؤتمركم الصحفي. هذا هو الحقيقة، نحن اتفقنا وهذا هو البيان اللي صدر ورأي إعلام التحالف الانتخابي لعدم توصل المرشح موحد، أعلن عنه في استراتيجية الشوط الثاني عن أي مرشح من المعارضة يصل في الشوط الثاني عن لا يدعموه المرشحين الآخرين، وهذا ما 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 ما, ما مرجوع له تلا، وقرار فات تم اتخاذه لكن المترشح برام الداع عبيد قال أو طالب بمزيد من التماسك لهذا التحالف الانتخابي خادم المعارض، ووصف هذه الحالة بأن هذا التماسك ليس عميقا. يا غير نحن اليوم قاعد ما حد نسوله عن المعارضة ومرشحها الموحد وتماسكها، نحن لابد نسوله عن تماسك أنتم. لا اسمح لي سيد الكريم، لكن هناك منطق آخر، هناك منطق آخر أنتم قررتم أن تدخلوا العمل السياسي كمعارضين وتصدرتم المشهد المعارض وأخذتم المسؤوليات تطبيق الأهداف التي ترونها أو التي أعلنتم عنها. صحيح. عندما تتخذون هذه المسؤولية، أليس من مسؤوليتكم أيضا في حالة إخفاق حتى من النظام أنتم تتحملون أيضا جزء من المسؤولية فيما يجري؟ نحن نتحمل جزء، لأنكم لم تتماسكوا، لأنكم لم تتفقوا على مسار معين. أنتم تبحثون عن توافق على مرشح موحد ولا اتفاق في الشوط الثاني، نحن راك نبحث عن انتخابات، نحن انتم ما متفاهمين، نحن راك ندوروا الانتخابات، انتخابات مارينا، نحن اليوم قدام مسار مختطف من طرف غيرتم اللي ما تماسكوا، ما لا يعد عندكم ولا ضغط، انتم اللي ما تماسكوا ما لا يعد عندكم ولا تدار حنيني، تدار من طرف واحد، وانا هون نختار نلفت الانتباه عن يالة النظام يدعو مدرك عن هذه الشعوب، عنها ما تتقد تم دائما مسلوبه ارادتها، وليه مخليه بين اللي نحن حركتها على المستوى الاقليمي اللي احد يتفقد عن هذه الشعوب كامل، هل كانت مصادره ارائها اليوم هي موجوده في الشوارع السودان، الناس تعرضت اللي خارج فيه ظرف، والجزائريين وكما مالينا، هل من الوارد ان تقاطعوا الانتخابات في عدم في حاله قرار التحالف الانتخابي في حال ظل هذا المسار بعد توقف ما تسمونه انتم باختطاف المسار؟ على كل حال بعد فشل هذه المفاوضات نحن ما زلنا بانتظار، ما زلنا مأمرين من الوارد ان تتم المقاطعه، حنيني ما زلنا مأمرين وراجعين عن النظام عنه يعرف عن هذا، يرجع للمفاوضات اللي وقفوا، هاي المفاوضات تم توقيفها من طرف النظام، نحن ما بقاش تنازل ما قدمناه، واليوم الكرة في مرمى النظام، والأسامي اللي طلب منا اقتراحها موجودين واقترحت برسالة هي هو موجود عندي بتاريخ مشينا هالو، هي آخر رسالة فيها يشرفنا أن نحيل لكم باسم التحالف الانتخابي مقترح استبدال 3 حكماء من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالثلاثة التالية أسمائهم، هذه الرسالة اليوم موجودة عند وزير الداخلية اللي كنا نحن هو في تفاوض مع الحكومة، إذن الكرة اليوم مرمى السلطة إلى عادة الله تمشي في اقتطاف هذا المسار من جديد وإعادة إنتاج الأزمة السياسية من جديد.
هي حرة بذلك. إذا عادت اللي تختارها إلى انتخابات تعود بطريقة نزيهة حرة وشفافة، يعطي تم إشراك للمعارضة ويتم تغييب سلطان الدولة ونفوذها عن العملية السياسية كان يعود فهم. لكن لم تجب سؤالي لحد الآن. هل من الوارد أن بالنسبة تقاطع؟ لقضية مقاطعة المعارضة والله مشاركتها في هذا المسار اللي فات خلي، هذه قضية ترجع للتحارب اللي هي قيم المفاوضات اللي شركته هو ولا والحكومة في المرحلة الأخيرة، وعليه دور يبني محقق عنه موقف ويصدر الرأي العام. أنا هون ماني مخول الاتخاذ والله لإعلام. طيب في أقل من دقيقة، كل مرة تقف المعارضة أمام اختبار استحقاقي مفصلي محوري في تاريخها وفي تاريخ الموريتاني، تفترق وتتشتت هذه الجهود ويظهر مستوى معين من عدم التماسك. هل يمكن أن تفكك لهذه الظاهرة في أقل من دقيقة لو سمحت؟ على كل حال أنا اللي نقدر نقول هو اللي واقع درك عن المعارضة اليوم عنها متماسكة وعندها تحالف انتخابي مع قط في الانتخابات الماضية كامل، هي يكون متفرقة ولا ضام هالشي ولا جامع هالشي. في المرحلة اللي هي عندها تحالف انتخابي هو اللي يضم جميع مختلف الأطراف اللي فيها والأحزاب توجهاتهم مشاربهم الإيديولوجية والفكرية والسياسية، وإذا كان موجود اليوم في إطار هذا التحالف وقطعا عنها ما بقى شيء ما ناقشته في بلد، حتى قضية المرشح الموحد ناقشتها في بلد وتوصلت عنها ما هي ممكنة في المرحلة اللي هي، واستراتيجية عنها تفترق وتلتقي في الشوط الثاني ناقشتها في بلد. اليوم بما يتعلق بضمانات الانتخابات والتعاطي مع الحكومة والضغط من أجلها تناقشه في بلد، فيما يعني الممثلين داخل المكاتب يوم الاقتراع تناقش عنهم يعودوا ممثلينها واحد في بلد، ماني فاهم ضرك ولا نيضي شاك عنها يكون في أحسن أحوالها سيدي معرضة في المرحلة في الأحسن أحوالها. والكوري قيادي بالتحالف الانتخابي المعارض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد، نلتقي بكم في حلقة أخرى. تقبلوا أطيب المنى، السلام عليكم.